وقفت سيارة نزل منها اثنين حرامي الديوانية، هذول واحد راح بيت جاري وهذا ابو جزاشة يبي يدش ديوانيتي، لاني حاط الكاميرا بشكل واضح للحرامي اقول له ترى يا حيوان انا مصورك وقاعد اشوف ايش قاعد تسوي قبل لا ترتكب جريمتك. طبعا الرقم واضح عندي، سويت زوم عليه واضح جدا الرقم. راح حق الديوانية تلثم هذا اللي بالسيارة داخل، انتبه حق الكاميرا، هذا رايح يركب الديوانية رايح داش، قالوا له ترى في كاميرا، سلم عليها وانحاش لأن في كاميرا. طبعا هذا رفيجه وهذا راح انحاش، سوى نفسه كأنه ما يدري ما سوى شيء. هذول المساكين هم قاعد يردون وضحوا لي الرقم.